أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. لا شيء أطبع تصرفات والتصريحات القوى السياسية في العراق أكثر من العشوائية والادعاءات والتخبط والتناقضات والعنتريات. والعنتريات نسبة إلى الشاعر العربي المعروف عنتر بن شداد، ذلك الفارس الشجاع الذي تضرب بشجاعته الأمثال. أي متابع الآن على يعني لتصريحات المسؤولين بالعملية السياسية، كل شخوص العملية السياسية، أي متابع لتصريحاتهم لتصرفاتهم سيجد أنهم يقولون الشيء ويناقضونه بعد ذلك، ينفون شيئا و يؤكدونه فيما بعد، ينكرون شيئا ويفعلونه بعد ذلك. هكذا حالهم طوال يعني طوال 17 سنة من حكم العراق. المتابع ستوفر له صورة حقيقية وحكم قاطع بأن يعني بعد متابعتهم بأن القوى التي تحكم العراق، قوى العملية السياسية في العراق، هي قوى الصدفة والعشوائية والخراب. هذه الحقيقة المرة، قوى الخراب والكذب والتدليس، وأن العراق لا يمكن أن يتخلص من كارثته إلا بزاحة هذه القوى الحقيقة، إلا بزاحة هذه العملية السياسية وكل مخرجاتها وكل من يدافع عنها وكل من يقف بجانب مشروعها. طوال 17 سنة تعاقب هؤلاء الطارئين الذين حكموا العراق ويعني تشدقوا بالعملية السياسية، تعاقبوا على حكم العراق في حلقة مفرغة سلبت العراقيين كرامتهم وحقوقهم وحياتهم وأموالهم واستقلالهم وسيادتهم وكل ما يملكوه بالفساد وبالخراب وبالطائفية وبكل هذه الأساليب. لذلك يعني ربما في هذه الحلقة سنتحدث عن يعني مثال ربما واحد من هذه التناقضات التي يعني تشرح واقع العراق الحالي، واقع هذا الكارثة التي حلت بالعراقيين. قبل أيام يعني وفي إطار هبة كلامية جرت كلنا سمعناها وأهل العراق كلهم سمعوها، هبة عن السيادة والاستقلال، طبعت أحاديث كل المسؤولين في العملية السياسية، كل أفراد العملية السياسية الحقيقة وكل قواها وكل شخوصها، كلهم تحدثوا عن يعني الاستقلال والسيادة وكيف تنتهك وكيف كذا. كانت المناسبة يعني هي قيام طائرة مسيرة تركية بقصف اجتماع لتنظيم غير عراقي هو حزب العمال الكردستاني البككة، الذي يتخذ من العراق موطئا له ويمارس من العراق نشاطاته الإرهابية ضد دولة مجاورة هي تركيا، دولة لها وزنها الإقليمي والدولي ولها علاقاتها التاريخية وعلاقات الحاضر مع العراق والعراقيين. أقول إنه الهبة كانت عن الاستقلال والسيادة، وكأن هؤلاء الذين هبوا هذه الهبة من كل قوى العملية السياسية وكل أحزابها وكل شخوصها كأنهم ليسوا هم المسؤولين عن ضياع يعني عن ضياع هيبة واستقلال وسيادة العراق. يعني هم الذين أفرغوا العراق مما يجعله عزيزا سالما، هذه هي الحقيقة. فهذه الطائرة المسيرة قصفت اجتماعا كان يعقد لهذا التنظيم الإرهابي المصنف إرهابيا، وكان يحضر هذا الاجتماع بعض أفراد قوى عسكرية القوى العسكرية والأمنية العراقية، فقتلوا في هذه الغارة. يعني قوى العملية السياسية بدلا من أن تقول للعراقيين، من أن تخرج وتقول للعراقيين بداية لماذا، ما هي الأسباب التي جعلت هذا التنظيم الذي هو ليس عراقيا وليس للعراق علاقة به ويفترض هكذا ومصنف إرهابيا، كيف سمح له أن يكون في العراق
ولماذا هو في العراق؟ ولماذا ذهبت قوى عسكرية وأمنية عراقية لتجتمع معه؟ يعني نحن نرفض الإرهاب، هذا جزء من التناقض. هم يرفضون الإرهاب ويجتمعون معه. هم يعني هذه قضية يعني غريبة عجيبة. هم يعني يقولون نقاتل الإرهاب وفي نفس الوقت يجتمعون معه وينسقون معه، ولا يريدون الآخرين أن يروا ما يرونه هم. يعني لهم تفسيرهم الخاص في الإرهاب وعلى الآخرين أن يحترموا هذا التفسير. وللمعلومة طبعا هو الإرهاب ليس له تفسير متفق عليه، يعني هناك أكثر من 150 تفسير والكل يتبع التفسير الذي يعني يعبر عن سياسته ويعني يخفي جرائمه. لذلك كثير الميليشيات كلها تتحدث أنها تحارب الإرهاب، لكنها هي أداة الإرهاب وهي عين الإرهاب وهي من تمثل الإرهاب. هذا واقع الحال. ما الذي جاء بهم إلى العراق هذه القوى؟ لماذا تتخذ من العراق منصة للتحرش بدول جارة؟ هل العراق الآن في وضع يسمح به بهذا التصرفات؟ في حومة هذا الحديث وغياب هذه مفاهيم الاستقلال والسيادة اللي هي غائبة، وفعلا هذه القوى العملية السياسية من غيبت هذه المفاهيم وسلمت إرادة العراقيين إلى الخارج وسلمتها بأجندات ومشاريع دافعت عنها، ومنها يعني في مقدمة الميليشيات. في ظل ذلك خرج علينا القيادي فيما يسمى بالتيار الصدري حاكم الزاملي، وهو رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الحالي، ليقول إن قدرات القوات المسلحة بالنص، إن قدرات القوات المسلحة العراقية تفوق الجيش التركي، وبالتالي بالإمكان اللجوء إلى المواجهة المسلحة. لاحظوا اللجوء إلى المواجهة المسلحة إذا ما توفرت الإرادة والقرار السياسي. يريد أن توفر إرادة وقرار سياسي لكي يواجه تركيا عسكريا. وتحدث أيضا بمباهات غريبة عجيبة عن القدرة على دحر تركيا اقتصاديا وعسكريا. فهل يحق لمن بيته من زجاج أن يرمي الآخرين بحجر؟ هذا سؤال مهم علي أن يجيب عليه، وعلى من يتشدقون بمثل هذا الكلام أن يجيبوا. هل يحق لمن جاءوا للحكم يرفعون شعارات الانتقام من الماضي الذي صير حياة العراقيين حروبا ومواجهات، أن يدعون إلى زج العراقيين بحروب دفاعا عن استقلال وسيادة متخيلة؟ العراق أولا، يعني بغض النظر عن كل شيء لابد من القول أن العراق يجب أن يسترجع سيادته واستقلاله وهيبته ودولته، لأن العراق بلا دولة. وبعد ذلك يجري الحديث إذا ما كانت هناك دولة ستعتدي على العراق وستأتي وستدخل طائراتها وصواريخها على العراق. العراق بحاجة إلى أن يعود عراقا وأن يعود موفور الصحة والكرامة والاستقلال والسيادة، وبالتالي عليكم أن تتحدثون. لكن أن تسلبوه سيادته واستقلاله وتتحدثون عن السيادة والاستقلال متى ما شئتم لكي تخفوا قضايا أخرى، لكي تضللوا عن قضايا أخرى، هذا مرفوض جدا. أشكركم، ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله.